بسم الله توكلنا على الله. يوم جديد في رحلة قرقستان. اليوم يبدأ الجزء الثاني من الرحلة. أمس نهاية الجزء الأول، 3 أيام في بشكيك. الجزء الثاني تقريبا 7 أيام حول بحيرة إيسيكول. بحيرة إيسيكول هذه يقال أنها هي العين الحمية اللي ذكرت في رحلة ذو القرنين في سورة الكهف. إن شاء الله نتطرق لها السالفة إذا وصلنا هناك ونعلمكم معلومات أكثر عنها. إيسيكول تبعد عن بشكيك تقريبا 200 وشوي شرق من بشكيك، قرب الحدود مع كازاخستان. ومعلومات أكثر قدام بالطريق إن شاء الله. نكمل معلومات عن البحيرة. البحيرة طولها تقريبا 182 كيلو، عرض 60 كيلو متر. تصل لها، يصبها تقريبا أكثر من 120 نهر وجدول، إضافة إلى الجنابيع اللي حول البحيرة، ينابيع بركانية تقريبا. بحوث العلماء تقول أن أسفل هذه البحيرة في نشاط حراري عالي جدا، لذلك دافئة دائما ولا تتجمد حتى في الشتاء. كثرة الصب هالمياه بها يقول يذهب أسفل منها ويوصل إلى أماكن بعيدة عن إلى الأرض، سبحان الله. الآن من هنا الذي يريد الذهاب، يا ولد أنا بالعربي، الله يعينكم علي، أنا بالاشتباه الروسي هذا اللي عندي هنا. الأوكاد هذه اللفة من هنا اللي بيروح كازاخستان، أنا ماتي تقريبا 200 كيلو متر هنا عاصمة كازاخستان. إن شاء الله في مكان إقامتنا اليوم نكون شرق البحيرة إن شاء الله. الجهة الشمالية هذه تركز بها السياحة والملاهي وزحمة السياح، نختارنا المكان الشرق هذا بعيدا عن الزحمة، ولنا هدف حقيقة في المنطقة هناك اللي بنتعرف على أكثر على الشعب القرقيزي. إقامتنا ستكون في مخيم، ومتوقع إن شاء الله خلال 2 ساعة احنا عندهم إن شاء الله. هذا المخيم صراحة اخترناه انه قريب للبحيرة، نبي نشوف وش يعطونا من غرفة دحين.
والله صار اختيارنا على الخيمة هذه علشانها قريبة، احنا كلنا دفع البحيرة هناك بنروح لها الحين ان شاء الله. والله اعطونا خيمتنا هذه مع شجره التفاح، قالوا هذه بعد لكم. سلام، والله ما ادري تطلع لها الشمس ولا عاد ما تطلع. يقول اذا ما تحب التفاح ترى هذه شجره خوخ بعد بجنبها. والله انا ما قصروا صراحه. والله من وصلنا رفعنا بفواكههم هنا ما شاء الله تبارك. الله بلشنا بشجره الخوخ عندهم. ليه الخوخ عندنا ما يجي كذا؟ والله سكننا عند عائلة هنا عندهم الغرف هذه البرقيزية وعندهم خيارات أخرى، لكن احنا نبي نروح للبحيرة قبل تغيب الشمس ونرجع عاد نعطيكم معلومة العائلة وبعد تراثهم إن شاء الله. لازم في السفر تجرب كل شيء، لو في خطأ لو في حاجة تتحمل هذا السفر، لكن إن شاء الله أنها تجربة ناجحة. أسقى النفس وطال وطاب القدم والساق، وسوق الرجل ما دامت الرجل تنساق. أسقى النفس وطال وطاب القدم والساق، وسوق الرجل ما دامت الرجل تنساق. ورزقي على الله والله المعطي الرزاق، جزيل العطايا ما قفل باب الأرزاق. هذا الشاطئ اللي قدام المخيم هذا، غير هذا جاءنا الحين ما ادري ايش جاء به ولا فاضي ما في احد عندك. بصراحة مكان حلو جميل جدا، نحتريها على الجمر يولع زي ما احنا نبي. نضبط لنا الفنجان الحين تقهوة تعال لنا ان شاء الله. قلنا له جيبوا لنا العشاء هنا، قالوا ما في مشكلة. قلنا تدري نصبر، والله ما ندري لو احنا نضبط عشان. والله ما شاء الله ضبطنا لنا جلسة، إضاءتنا معنا، كسرنا من هالشجر جابوه لنا، رتبنا لنا جلسة حق التعليل الليلة إن شاء الله. هذاك المخيم، هذيك الخيمة، احنا نبي والله جلستنا هنا. بس حلو ديزاين الشجرة هذه، ها؟
صباح الخير. ما شاء الله شوف اليوم هذا اللي بتبشر صبح على هالبحيرة. ليسألون عن الخيام القرقيزية والمخيمات، هذه اليوم تقريبا 110 ريال شامل الفطور. عندهم غير الخيام هذه في الغرف هناك شايفينها، هذه الغرف لكنها صراحة حارة شوي، أفضل الخيام عنها. هذا مكان الإفطار هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شاء الله، هذا المطعم، هذا حيدر. حيدر عائلة مرتبين صراحة، هذه جلساتهم هنا، حاطين لنا الفطور. نشوف قرقيزي قرقيزي، هذا التراثي حقهم. وهذه ما شاء الله تبارك الله جلستنا هنا، أبيق الشاي جبن، والله هم مجتهدين، عائلة مسلمة. إفطار تقليدي قرقيزي كله إنتاج يعني شغل يديهم. الجبنة البيض عندهم هنا محل، ما هو محل، مسوين دجاج، وهذا مربى الخبز.
فعالياتنا اليوم. عندنا شلال يبعد عن المخيم تقريبا 30 دقيقة، نبدأ بعد نقاط أخرى راح نمرها إن شاء الله. عن الحلال يا ولد.